أجمل قصص العشق والبطولة والمغامرات، التقت مخاضاتها الأولى بأمواج البحار وسكنت فيها. مشاعر الإنسانية هذه تكللت بأرقى أساليب التعبير عن الذات بهذا الذي عرف بالفن، والذي اجتمع بكافة أشكاله في مدينة العقبة البحرية إذانا بإعلانها مدينة للسياحة العربية لهذا العام. ولأن السياحة والحضارة والثقافة إن اجتمعت تبقى تبحث عما يجملها، جاء الفن ليقول وبالفن تدوم مسيرات الأمم. حقيقة هي حالة مهرجانية في المهرجان الأول للثقافة والفنون التي أعد لها من قبل عدد من الجهات والمؤسسات والهيئات الثقافية في مدينة العقبة، لكي يعني تتميز هذه المدينة ليس فقط في موضوع السياحة، وإنما لتتمم موضوع السياحة بالثقافة ولتجتمع كلها في بوتقة واحدة للتعبير عن هوية المدينة وعن إنسانها وعن فنونها. نتمنى أن تكون العقبة في عام 2011 باعتبارها عاصمة السياحة العربية، عروس عربية جميلة، جميلة بتراثها التاريخي، جميلة بفنها، جميلة برجالها ونسائها، جميلة بمشاريعها الكبرى. هي قصص حل وترحال ولقاء أول ترويها هذه الفنون مجتمعة في مكان واحد. الكاريكاتير الصامت الساخر والتحف بصمتها الناطق والأخشاب التي دبت الحياة فيها بعدما اجتمعت سفنا وبواخر، تغنى أصحابها فرحا بعد التقائهم والتقاء فنونهم، كل منهم من مدرسة وعالم بدنيا الفن. الاجتماع الفنون هاي مع بعض بالعكس بتفيدنا الفنانين، يعني تبادل تجاربنا مع بعض، تعرف على تجارب ناس تانيين، الفنانين التشكيليين من ناحية والشغل الحرفية. في عنا تحف بالعقبة كتير مدفونة، بس لما تنعمل هاي المعارض كتير بتبين وكتير بتبرز جمالية العقبة. هذا من تراث العقبة، منشارك فيه بهالمهرجان عشان نبرز التراث ونبرز هالفن للجمهور. الساحة زي ما بتعرف لما يجي على الأردن بيحب يأخذ جزء من الأردن معاه، فصورة فوتوغرافية أو لوحة فنية أو قطعة جواهر هاي يعني إشي كثير له، فحابين إحنا إن شاء الله إنه هذول الفنانين كلياتهم يتشجعوا ويجوا على العقبة باستمرار ويكون لها فائدة اقتصادية لهم وللبلد بشكل عام. الكاريكاتير والشعر والغناء فنون ليس لها سماء، فهي لغة من لغات الفنون العالمية. أما مفترق الفن هنا لا يحمل سوى لغة أردنية في مسرحية فيها الخلوة والبطولة منسفية. المسرح أبو الفنون والذي اعتلت خشبته قصص المنسف الأردني. أنا مشكلتي العاعات الثلاثة في الأردن، عرس، عزا، عزايم، منسف، منسف، منسف. ترجل فنانوه عن خشبته معربين عن سعادتهم بقرب تلك الفنون لفنهم. اللي شفته أنت هي تفاعلات من أجمل صور الحياة، إما في الكاريكاتير وتعبير عن حياتنا، أو في الرسامين اللي كانوا قدموا رسومات جميلة جوا، أو الأشغال والفنون اليدوية، الكتب الجميلة من وزارة الثقافة، وبعدين يأتي يجوا الفرقة الدبكة، ثم يأتي في النهاية المسرح والكوميديا. تجليات فن عاشتها الريشة بخطوطها وحفر فيها الإزميل بصمة مجتمعة في زجاجة يعبئها الرمل فناً، فن كانت الام بي سي إحدى تجلياته لبرنامج ام بي سي في أسبوع عماد العضايلة العقبة.